يا ملعوس الشيك النغمة حق أبو كاتم هذا سوري والله يدخل هذا. ابو كاتم ثقل علينا مو معطينا وجه ما دخل علينا صار لنا اسابيع يعني نحن مؤدبين، نحن ما ادري ما كسرنا شيء ولا خربنا ولا شيء خربنا أي ما شيء، شاء الله وين الطاولة اللي كسرتوها ما أنا في شيء انكسر ما الحمد في لله، شيء انكسر ما لا في لا شيء، امسح محترمين انتم الحمد لله الحمد لله. كل اللي يصير إشاعات، كله فوتوشوب، لا على قولت كله فوتوشوب يا على أخي، قولت بروفايل كلها مقالب كلها فوتوشوب. لا بعد الكلام طوح بري في خده، بنج يا رجال ياكل على جنب واحد. ليش شي حلقة من تف والله ما مو من حقه، تصادم لا انا ما ادري ايش عنده، انا في الجنس صار على التدشينات الحين والله. علمك الموضوع داخل عندهم. طولت السالفة يا ولد والله والله يا ولد في شباب مجهزين شيلات بيدشنونها صراحة محسن يبغى لها ترتيب وقت الأمانة، يعني تخيل مثلا أنا دشنت، ما ينفع يجي واحد بعدي بيومين يدشن، وأنا بالمثل زحمة ما بتصير ينفع أجي بعد واحد يومين يعني دشن شيلة وأجي بعد يومين أبغى أدشن. من أهله ما شاء الله عليك، تلسكوب عندك. ها؟ اي والله يا تعزينا ولا توكل على الله استغفر الله، الله يقول لك الاحياء الاموات ترى ابو زيد تنازل لك لا خذها استهبل خذها يا اخي، والله صعب بخصومات زي اللهب والله. ما في خصومات وانت سالم اصلا فيها درجات تنفعك هذه والله وانت تنفع سالم بعض الاشياء مو بدايه يا رجال خذها 30% ترى طيبة، والله طيبة الله يطيبه جدا. صلى الله عزاك الله يغفر لهم ويرحمهم ان الله شاء الله الله يسكن الله مساجد الناس اسال الله لا يحطنا في ذي المواقف. امين تفعلوا خير يا رب. ليتك ميت بداله استغفر لا ان الله شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من الاعلى. يلا حيهم الله يجزاك شيخ اخباركم. هذا مقطع بس ناس يستهبلون. جاء قال سلم على مثلا ابو الميت قال هارد لك في واحد تحمل شد حيله في واحد جاء بيطلع يعني استهزاء فظيع. في واحد جاء بيطلع من عزاء يبي يقول احسن الله عزاكم قال احسن عزاء عزاكم احسن عزاء عزاكم دبك رج محسن. اسالك سؤال مو بدري بس مو بسؤال يعني انت وياه، في احد عنده سالفه بما ان الجو جميل سالفه؟ ايه سالفه مثلا دور سؤال لكم لكم دور سؤال ايه دور سؤال وش الجو لازم دور سؤال سالفه اذا ما دور سؤال شو دور؟ مضحك والله مضحكه او طحت موقف ما قال خفت بقوه او صدمت بحادث اليم او بقول أي لك كنت امشي في بار لا تكذب ما عندي ولو كنت مازح شنو الموقف المرعب وين عايشين يا اخي في مواقف ليش اجواء الافلام ما هذه قلت طلعت والدراما ما البر في شيء توهقت انا الحمد قلت لله طلعت عايشين البر بامن وامان ما في رعب. طيب انا قلت حوادث الحمد لله ما اسرع الحمد لله كفو والله حلو اقوى حادث هذه رساله وصلت اقوى حادث سويته هو على سرعه 60 وركبت صافق انا والله صار لي موقف تركب سيكل انت ما تركب سياره صار لي موقف والله في صار لي موقف كنا شابين ضو احنا صغار انا وعيال خالي مسلم جميل كانوا الشيبان واخوالي قاعدين في الخيمه احنا ماخذين حطب وفحم ورايحين ورا في الظلمه البر مقلع يا ولد يا احبكم لا شوف النار عرفت وقمنا نلعب فيها جدي الله يطول عمره كان يجيب جرك الغاز وبنزين اي لا عرفت حق المعطور ايه عرفت المهم اني راح طال عمرك خذيت لي قوطي ماي من هناك الحمد لله كوبيت الماي اللي فيه عبيته بنزين ها عبيته ايه بنزين بنزين بس شلون عبيته كذا سدحت الجركل عرفت خب انكب على يدي عرفت اقسم بالله وما مع ذاك ها ما مع من القروره اسمع اي اسلم توه ما احترق كبيت طيب عليه بنزين ما لا اله الا الله طيب اسيد اي اسيد ايوه واروح تامر كوجي عندهم هم قاعدين شابين ضو ايه ايوه وقوم افك هذا عمرك واصبه كذا على النار واو ليته ولع بس ها آه.
يوم ملا لا تقول له احترق شيء. اي انا مكوم علي بنزين على ثوبي منه مقطر علي. اما اي والله ايوه وولع. ما احسن ما احسن ولعت. طيب كنك داري يلا كان يصفقون يا خالي حتى اخوي الكبير معاهم. اخوي الكبير معاهم والله متفاعل مع الموقف. اي وانا يا بتراب تقول كاني اسوي حركات بهلوانيه في سيرك وانا ملع. وش ينظرونك يضحكون على ايش؟ تبى الرجال بيموت يضحكون وانا اتلوى واطيح على التراب تدرب. الله مالك الا التراب. اي والله اندفنت ذاك اليوم لين طفيت. جاك شيء بكحروق ولا؟ حروق بسيطه. شوف هذه مبينه. شوف اما هذه منها. هذه منها ولا هذه من زمان. انا قد احصلك بس ما احترق شعرك كلها. ولا احترق ما شاء الله. ما الشعر مغطي ولا شعري؟ شوف يا محسن محسن شوف ذا كامل. انا بطني في حر لين هنا كامل. بطني قد ينكب عليك ما تسلح بطنك؟ إذا شاهي انكب على يدي وأنا صغير. شاي؟ إي والله ما أشوف فيك شيء. شوي أخوي مو وأنا صغير. أنت إيدك ما فيها كل مكان فيه طقة. يا رجال اسمع اسمع أقول لك سالفة واحد عن الجن أتوقع. يقول مرة كنا طالعين على الجن. اصبر خلي خلص ذي وابدأ. حلو والله سوالفهم جميلة. عندي سوالف كانوا يا خالي ما يقعدون معي إذا قاعد لك كذا في الظلمة توحش والله صدق قاعد في جوه كذا بالليل الساعة 3 ها ممتاز. المهم يقول كنت طالع للبر عند ناس يوم خلصت الكشتة على الساعة 2 3 على الحدود شغلت ومشيت راجع البيت. وأنا راجع طفى علي الموتر ما أدري يا طبعا داخل نفوت ما أدري يا بنزين يا بطارية. المهم طفت. يقول طفت علي السيارة. قول ناظري من يسار ما في احد البر خالي ما حولي احد. وبعدت عن اخوياي وجوالي طافي. عدل بدل سوى بتصل بسوي شيء ما في احد حولي. المهم لا هذا واحد يروي القصه. انا اقول ايش اسمه واسمع اصوات ماش الجو يعني يخوف. يقول جيت ركبت السياره سكرت الباب. قلت ايش؟ ابجس الا ما على ما قال تطلع الشمس ويحل ربك. يقول شوي وانا جالس بدأت تهتز السيارة تتحرك السيارة. يقول ناظر يمين يسار وذا ما في أحد ولا فيه. أقول طلعت يدي معها ما في هواء. هو داخل السيارة. هو داخل السيارة. يقول ما في هواء. يقول يمكن حسب الهواء يهز السيارة مو بهز هواء. تقول السيارة كذا تتحرك بقوة وترجع. المهم يقول أنا خلاص قلبي يدق 18,000,000,000 دق بالثاني. بدأت أرجف أرجف وسويت على مرة حالتي حالة. يقول جلست ساعتين من أصعب أيام حياتي. المهم يقول لا انتظرت كل الليل هذا وأنا على مقال. كل شوي تهتز السيارة شوي ثم تهدأ متهتز السيارة شوي ثم تهدأ. يقول لا هدأت أنا هدأ معه الحمد لله إن شاء الله. يقول ما يقول خدت خدمت القرآن ذاك اليوم كامل. يقول لما نقرأ شوي كذا. المهم أنت لما طلعت الشمس. يقول يوم طلعت الشمس ما راح إيش حسيت بالأمان. يقول لما اطلع النور ما اي والله. يقول لما اطلع وانا اشوف الجو شوي ما في احد. فتحت الباب. يقول يوم فتحت الباب بناظر وترفيه بعير متكع على السياره يحكك ظهره كل ما بين فتره فتره يحكك ظهره. يقول انا عايش راب كل الليله حاس بالجن اخر شيء بعير جاي قاعد يتكلم علي. والله اسلم. وش اللي تو تقول انت سؤال الجن؟ شوف اذا تخاف رجاء لا صقر لا تجلس معنا. صقر قلبه قوي اذا الصقور ما يخافون انت شد كفو. اول شيء لازم الجن الجن لازم نؤمن بوجودهم. هذه اول نقطه. لان اللي ما يؤمن بوجود الجن عنده خلل في العقيده. اي عنده خلل في العقيده لانهم مذكورين بالقران. نعم نعم. الجن إذا أذيتهم بيأذونك طبعاً. خذ قاعدة. نحاول إنك ما تجي الأماكن مهجورة. وإذا جيت تسمي يعني حتى المكان إذا نزلت في مكان تقول دعاء المكان. دعاء المكان صحيح. حتى الدورة المياه الله يكرمك نفس الفكرة. أعتقد إلا دخلت قلت تغني وتفلأ. أيوة. لأن هذه مساكن الجن. إي هذه مساكن تحرشهم. عرفت؟ أرحب أرحب. الله وسهلا. تعلمين تعلمين. بالعساف وينه؟ ثاني عشان أشوفك. وين عبد الله؟ سيدي. لا عبد الله عشان رتب معه. حقت الضيافه والفقرات. اسلم لا اسلم. المهم مالك في الطويله يا بريح. اماكن الجن معروفه اللي هي حمامات تكربون البيوت المساكن المهجوره الخلاء البر
عرفت؟ صحيح. لازم واحد يقول دعاء المكان والما ينزل. هذا واحد من الجماعة. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. هذا واحد من الجماعة. احنا في الكويت موسم مخيمات عندنا معروف، في الشتاء موسم مخيمات. حلو، كلنا بالهواء سوا. ايه. السنة هذه قبل يمكن 4 5 سنين. قريبة. ايه. فنزلنا احنا في المخيم، صلنا اسبوع يمكن، عرفت؟ جات فترة السفرة اللي قبل اذان المغرب 10 دقائق، ربع ساعة. وقت غروب. ايه. المهم انه مر كلب. تكرمون. كرمت. ويقوم يشغل السيارة ويلحقها. مرام محارش. ايه. ايوه. يلحق الكلب، عرفت؟ يغبر عليه، يلحقها، عرفت؟ تقول لي بعد. ايوه. اسمع جيك. يا استاذ. ايه. اسمع. دعسها. دعسها؟ ايه. اوه. ويا لين دعسها. مات. يقوم يرجع. الشباب هو وقتها كان. محارش ذا. ايوه. ايه. ويرجع طال عمرك. ويتكل. احنا شفناه يوم لحق الكلب. ويتكل عنده. قالوا كاد. يوم جاء اخر الليل. الجو بارد طبعا. انحصر. يبي يروح دورة المياه. واو. ايه. طلع راح دورة المياه. والشباب يعني عادي شكاوى سواليف ما سواليف التهى ونسوه. طيب. ايه. بعد ساعة ونص ساعتين. والله ساعتين رايح. ايه هو راح دورة المياه. اللهم صل على محمد. يوم راح طلع واحد من الشباب يروح دورة المياه وعينه طايح منصرع عند دورة المياه. لا حول ولا قوة. اي والله. يشيلونه طابك ودونه. الو كاد انه يقرون عليه وهذا تعالج. طلع شنو؟ اول ما راح دورة المياه فتح الباب لقى الكلب واقف يطالع. اه. الكلب اللي دعسه. واو كذا. اي والله بعذره يوم سرعت اخي. ليومك هذا يخاف من الظلام. فترة ثلاثة يبكي يصيح. شوف سبحان الله. رجال كبير. جاء الموقف. يبكي يصيح. شوف سبحان الله شلون يعني انت الحين يعني ليش تلاحق الحيوان الضعيف هذا وتدعس وش صفته انت؟ قاعد على ما قال تكسب ذنب وشوف جا وش جاك بسبب هالشيء هذا، هذا التعذيب. شوف جاك شو اسمه الرد بنفس اليوم. انا يا رجال ذاك اليوم بالغلط كنت وديت اهلي استراحه وجاء كلب مقرود الله يسلطه ما هذا المسك جاء من بعيد يمشي وش دخل تحت السياره. انا طبعا لا شفت بس ولا شيء تقطع الشارع امسك فراهم وابعد انا ما ودي اصدمه. هذاك جاء ودخل تحت السياره وما ادري عنه انا. المهم نزلوا اهلي قاعد اسولف مع العامل شوي الا انا قال لي ترى في كلب تحت. قلت خلاص زين دعس خفيف على اساس ايش كانه عند الكفره او شيء يبعد. ومشيت حطيته بدي. يوم مشيت وترول الله حاطني يده تحت الكفر. مرات وحتى لقيت ذا انا كنت دعست شوي على اساس اني بزعق قوه اي لعلي فحطت على يده. اول ما دعست اسمع قوه ونظر من عيني ترى يده منكسره. انا قلبي تقطع. انت دعست ايده؟ اي دعست ايده. احس اني تقرفت بقوه يعني شلون هذا اقتله انا بس دعاس يد عاد ناظره بيت اللي صارخ ما قام جالس مكانه وقد صارخ. ادري ايش اسوي شيله وين اوديه؟ ما في مستشفيات ولا شيء بيطريين بعيدين مره يعني ببقى خليته رحت. وش اسوي؟ اذبحه. ها؟ صح؟ ما في بيطري؟ لا ياخذ يوديه بيطري بس وين بيطري ما في الا بجنادريه. انا بشرق الرياض والله بيني وبينك كم مقاشين نص ساعه فاضيين تسني بدل الكلب يدي عليك فاضي الله ما يستر وين في بيطري جوا شوف حظوق ما بيعطيك اقرب بيطري شيء كثير. المهم فاضي الله انا بيني وش دعست وش كلب. المهم مشيت رحت يوم جيت اخذ اهلي بالليل اناظر متكي بجنب الباب مره عند باب الحريم حتى الحريم ما يخاف قصدي يخاف انه يطلع متكي عند الباب يا ويلي قاعد البزران ما قصروا عطوه خبز ياكلوا على طاري الجنون الجنون. اسمع استاذ علي هذه صارت حق خويي انا خويي بلسان يقولها لي حسيان الدوسري يمسي عليه بالخير كان يشوفنا نعم اسلام يستاهل. يقول رحت الاردن عيال عمي يدرسون هناك حلو كلموا قالوا تعال لنا هناك في الاردن تونا ماخذين شقه جديده عرفت دور كامل ماخذين
يقول واركب طيارتي واروح له. يقول يوم جيت هناك واجي ان عمارتهم اللي ساكنين فيها مكانها يخلى على وادي. مفتوح على وادي. والله ملجم. اي. يقول وادخل وسلم عليها ما قاعد تلقاها معاهم. يقول امسك واحد من عمي قلت يقول خويام كانوا موجودين. امسك واحد من عمي قلت غرفتي وين؟ قال موجود هناك. يقول ودلي غرفتي اروح هناك واحط اغراضي وانسدح اسمع 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 هذه. اسمع. يقول واحط اغراضي وانسدح الفراش. هو مدي. يقول ما اعرف ما اعرف انام لين اقرا لي كتاب ولا شيء عرفت؟ حلو. المهم معي تركيه. ماشي. المهم يقول وانسدح واخذ الكتاب. يقول انا قاعد اقرا. يقول فجاه الكبت قدامي اللي هو الدولاب اسمه عندكم. ينفتح. يا سلام. يقول انا منسدح الكتاب كذا يقول سمعت صوت واخذت كذا لقيته مفتوح شوي. يقول واحط الكتاب واكمل. ينفتح مرة توف لا لا الشيطان اقسم بالله العظيم ايوه يقول اوخر واطالع يقول اول ما طلع يقول اوخر الكتاب بسرعه يوقف بيغتال يعني اسمع يقول شوف ايوه يقول انا دريت يقول تو يدري ثلاث مرات لا يقول اول مره ثاني مره شفت هوا ولا شيء اي هوا قام وشوش اسمع الحين سالفه يقول قام ينفتح قلت ما اشوف شيء يقول انا مسدح هذا السرير يمينها الدريشه والستاره يسار الباب وقدام الكبت يقول فجاه الستاره اللي جنبي ارتفعت كذا الله يقول انا مسدح كذا طالع الطرفين يقول صدمت عشان ما يحسون قلت ارتفع مره ثانيه اكثر أيوة. يقول واحذف الكتاب واقوم وافتح الستاره الدريشه مسكره اما يقول ما في هواء يقول الحين ما شاء الله على ايمانه قوي ويقوم ينسدح مرة ثانية على الفراش يقوم يقرأ معوذات يقرأ معوذات بينه وبين نفسه يقرأ 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 يسكت يقول قرأت معوذات قعدت خمس دقائق الباب اللي باب الكبت اللي انفتح تسكر ترا يا حبيبي يقول وقوم وقعد أذن في الغرفة الله أكبر الله يقول أذن كل يوم أذنت قام طلع عافية أسمع إيه يقول يوم أذنت وقوم أرجع وأقرأ كمل قراية يقول هذا الوضع شوي خمس دقائق سبع دقائق عقب يدت في الباب قامت تنفتح كذا شك 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 بالله العظيم يا رجال بيفقع يقول انا يعني سويت نفسي ما همني شيء اصوات الباب ينفتح باب الشارع اللي برا سكر يقول اول ما فتح باب الشارع اللي برا ضرب حيل يقول وحذف الكتاب واقوم اصيح خلاص خلوني انام انت ايش تبون فيني يقول قاعد اكلمه والله العظيم خلاص خلوني وصلت معه اي خلاص خلوني انام انت ايش تبون فيني من هذا الكلام يقول واسك الكتاب احذفه واقوم انام نايم كذا على الجنب اليمين يقول اقسم بالله اول ما غفيت يقول والله العظيم يا ريجي اللي حسيت بشيء من سكيدي كذا وانا فاضي ياك من السرير قملابه يقول ما وعيت هو نايم كذا على جنب اليمين وإذا ما تعرف يقول حسيت قوه مسكتني كذا فضلت النفس من السرير يقول وعيت لأنا طاير من السرير استقعدوا له ايه. يقول واذن واذن واقعد اقرا 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 واذن يقول انت عرضوا لي مره ثانيه بطلع الهجه ايه. يقول اقرا كل شيء واذن ومدري ايش يقول وانسدح يقول وعي ذي 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 لين نمت ما عاد تعرضوا لي يقول يوم جاء اليوم الثاني ويستاذن من عمه ويطلع قال بروح باسكن فندق ثاني يا روح ما بعدك روح ايه جيك ويروح يوم جاء اليوم الثاني في الليل يدقون عليه يا لما قالوا حسيان نسلك بالله يوم كنت عندنا كنت تحس بشيء قال ايه جاك وصلكم حسيان ولا حسيان حسيان قالت حسيان تحس جاك شيء حسيت بشيء يوم كنت رايب عندنا قال لي انت جاك شيء قال لا بس في اصوات عندنا وشغلات قال اقول اطلع 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 من سكنكم اطلع يستقدون لكم انا صراحه قلت ما شاء الله عليك ايمانك يا رجال بسم الله انا لو تصير قدامي على طول سافرنا مره الشباب سافرنا لمكان السعوديه مكان ما ايوه من طريق 600 كيلو واحد